احنا كنقولوا ديما مغرب وما مصرين يقولوا الاشقاء فلسطين دائما مغرب. مغرب باللهجه الفلسطينيه ودائما فلسطين وباذن الله باذن الله يسعدون بوطن مستقل وبعاصمه القدس التي هي مدينه لكل الاديان ويعم السلام والامن على اشقائنا اينما كانوا في قطاع غزه في رام الله في الضفه الغربيه في كل مكان الحب هم لان عارفين احنا ما عندناش شعارات احنا احنا افعال ولا نساعد نساعدهم على ارض الواقع ماشي في شعارات فقط ماشي فقط يعني سياسيا تلعبوا بها كورقه وانما كافعال بيت مال القدس تحت اشراف جلاله الملك محمد السادس سره الله المساعدة الدائمة لقطاع غزة صحيح. ولا رام والحب الله ولا الحب. اليوم عندك أكثر من 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 قبيلة مغربية تسكن في القدس اه, آه من فاس والله أكيد أكيد موجودين أه في القدس الشريف أه لديك لديك في في القدس باب وحاره لديك امور كثيره جدا علاقتنا بفلسطين كما تفضل الاحواصي لا تحكمها الشعارات والاقوال ولكن الافعال وهذا الحب ليس بغريب على على ابناء الشعب الفلسطيني للمملكه المغربيه هو متبادل على على مر السنين